السبب في ان انا اعمل المبادرة دي واخصها لذوي الهمم؟ أكتر من 12 سنة شغالة في مجال التخاطب وتعديل السلوك والدعم النفسي للأمهات ذوي الهمم، والمبادرة دي الحقيقة بدأت برة، وكنت شغالة مع الجالية العربية في الصين طبعا حتى الآن يعني، وما زلت ومكملين هنا في مصر. هي طبعا مبادرة مجانية تماما، عايزينها توصل لكل الناس في مصر، لكل الأمهات ذوي الهمم داخل مصر وداخل الوطن العربي كمان. ببدأ بالمحاضرة المجانية أولا، إن أنا بحدد طبعا الاسم بتاعها أو العنوان بتاعها، وبعد كده ببدأ أنتقل للمحتوى بتخصيص العناوين الرئيسية البولد تايتلز. إن أنا ببدأ أقول لا والله إحنا عايزين دعم نفسي، طيب يبقى إحنا مثلا إيه، طيب هو دعم نفسي لأمهات طبيعيين أو نمطيين، أطفال نمطيين، يبقى هنتكلم في تعديل السلوك. الأول كان ممكن ياخد معايا بالأسبوع عشان أحضر محاضرة واحدة، لكن الحمد لله دلوقتي أصلا أنا عندي أرشيف جاهز بالمحاضرات، وممكن أعمل عليها تعديلات بسيطة على حسب المكان اللي أنا رايحة وعلى حسب الفئة اللي أنا بدلها الدعم النفسي. بعد ما بتدرب على المحاضرة والمحتوى اللي أنا هقدمه طبعا، بكون تواصلت مع المكان وبنسق طبعا مع صاحبة المكان أو صاحب المكان، سواء مكان حكومي أو خاص، لا يعني أيا كان المكان اللي بيدعوني يعني بس، وبنروح وبنقابل الناس وبقدم مثلا المحاضرة ممكن تكون من ساعة لساعتين، بقدم فيها جزء أكاديمي يعني جزء نظري نقول فيه المحتوى، الحقيقة أنا بهتم بالأمهات بالدعم النفسي للأمهات بشكل عام، سواء للأطفال النمطيين أو أطفال ذوي الهمم، ولكن الحقيقة وأنا شغالة برا ولما كنت بقدم المحاضرات والدعم النفسي ده برا مع الجالية، الحقيقة إنه كانت في حالة هي السبب في إن أنا أعمل المبادرة دي وخصها لذوي الهمم، خصوصا في الغربة، لأن في الغربة الأم دي كانت مقبلة على الانتحار، ولأن كان عندها طفل توحد، وكان الأب ناكر تماما ورافض تماما، يعني إيه ابني توحد، لا ده طبيعي، رافض إن هو يتابع مع أخصائي، رافض إن هو طبعا يعني حضرتك عارفة الجالية بتبقى مش يعني مش ناس كتيرة قوي، الأمهات متعطشة لحد يسمعها، ده طبعا الأمهات العاديين خالص اللي هم عندهم أطفال نمطيين، فما بالك اللي هم بقى عندهم كمان ضغوط مادية أو بتكون كمان أم معيلة، هي محتاجة اللي يسمعها، محتاجة اللي يقدم لها دعم نفسي. دي حاجة أنا عاملاها عشان أخدم بيها كخدمة مجتمعية، كخدمة لناسي، خدمة لل يعني أنا اللي يعني إحنا على فكرة لما بيجي نقدم خدمة تطوعية إحنا كمتخصصين أصلا المفروض ده واجب علينا، لأن زكاة العلم تبليغه.